من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل ما يقارب من 40 عاما عمنا الشهيد السيد حسن رحمة الله تعالى عليه في سوريا، من الخطوات التي قام بها هو أن هيأ مالا قليلا وطبع بذلك المال كتاب المراجعات، الحوار الذي دار بين شيخ الأزهر في وقته سليم البشري وبين السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله تعالى عليه. ولعل كلكم قد قرأ هذا الكتاب. فطبع نسخ معدودة من هذا الكتاب، لعله 1000 نسخة تم توزيعها إلى بعض الذين يقومون بخدمة العلم، جنود يعني، ولكن جنود ليسوا جنود نظاميين وإنما جنود رايحين للعسكرية وما يعبر عنه بخدمة العلم. وعادة هؤلاء هم شباب، لعله عادة في أكثر البلدان سن الخدمة والتجنيد الإجباري يمكن 18 سنة، وهؤلاء عادة هم شباب، والشباب كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعجبني جلد الغلام، يعجبني رأي الشيخ وجلد الغلام. الشيخ يعني الكبير في السن، والغلام الشخص الذي لم يبلغ 30 عاما. إذا عمره 29 سنة، 28 سنة، 20 سنة، 18 سنة، 17 سنة يسمى غلاما، أقل من 30 سنة. فإذا تجاوز 30 عاما لا يقال له الغلام، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا. وعلي الأكبر حسب بعض التواريخ كان عمره 28 سنة، ولكن الإمام عليه السلام يعبر عنه غلام لأنه دون 30. الشباب عندهم طاقة وعندهم حماس وما يفكرون بالمصالح الاجتماعية لهم والمصالح المالية والمصالح التجارية، زين، فمستعدون للانطلاق. كبار السن آراءهم ناضجة لأنهم شافوا حار الدنيا وباردها. فيعجبني رأي الشيخ وجلد الغلام. على كل حال، فتم إعطاء بعض هؤلاء الجنود العسكريين في الخدمة الإجبارية الإلزامية نسخ من كتاب المراجعات. شاب من الشباب
وهو عسكري من منطقة تسمى دير الزور، وهذه المنطقة تقع على الفرات. يعني الفرات حينما يدخل من تركيا إلى الأراضي السورية، أول مدينة هي مدينة الرقة التي وقع فيها وقعة صفين، بعد ذلك مدينة تسمى دير الزور، وبعد ذلك الميادين والبوكمال، وبعد ذلك حديثة وهيت وعانة وكذا في العراق. فهي عشائر امتداد للعشائر العراقية، ولهجتهم هي لهجة عراقية، ومنطقتهم كمناطق جنوب العراق، إلا أنه ينقصهم النخيل بس. يعني إذا تروح هناك ما تشخص أن أنت بجنوب العراق لو في شرق سوريا، بس نخل ماكو هناك. على كل حال، فشاب من تلك المنطقة قذف به الدهر إلى مدينة دمشق في معسكر في التجنيد الإجباري، يسقط، واسمه عمر، اسم هذا الرجل عمر، هذا الشاب، ويقع في يده نسخة من هذا الكتاب، وهو شاب ويفهم وواعي وما عنده شغل عمل عسكري، فيقرأ الكتاب بدقة متناهية، وبعد أن ينهي الكتاب وهو شيعي، يبدأ الكتاب وهو من غير أتباع أهل البيت، وينهي الكتاب وهو من أتباع أهل البيت. هذه اللقطة الأولى من القصة. اللقطة الثانية من القصة، خلوا اسمه في بالكم، اسمه هذا الشاب عمر. اللقطة الثانية من القصة، رأيت بعد هذه القضية بثلاثين عاما أحد وجوه المتشيعين في منطقة دير الزور، يعني قبل حوالي 10 سنوات هالحدود، فسألته عن سبب تشيعه، فقال إن هذا الشاب اللي اسمه عمر رجع من العسكرية وجهر بالتشيع. جلد الشاب، جلد الغلام، هو هذا ما يلاحظ لا مصالح مالية ولا مصالح اقتصادية ولا مصالح سياسية ولا مصالح عشائرية كذا، اعتقد بشي جهر به. يمكن الإنسان الكبير يلاحظ الموازنات الاجتماعية، هذا لا، شاب عمره 20 سنة. فنقل لي هذا الوجيه المتشيع أن هذا الشاب جاء وجهر بالتشيع، ويقول أحدث صدمة كبيرة في منطقتنا قبل 40 سنة تقريبا، لأن مناطق ريفية وناس ليسوا من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يقول أحدث صدمة لأننا كنا نعتبر الشيعة كفارا، وحتى أحدهم قال لأحد المتشيعين من وجهائهم أيضا، قال نحن كنا، يقول أنا كنت أتصور أن الشيعة حينما يكملون الصلاة بدل التسليم يقولون خان الأمين هكذا، يعني جبرائيل بدل ما ينزل النبوة على علي أنزلها على محمد صلى الله عليه وآله، هكذا من أكاذيبه. يقول كنت أنا أعتقد بهذا الأمر، وكنا نعتقد أن الشيعة لهم ذيل، عندهم ذيل. يقول أنا كنت أعتقد بهذا الاعتقاد. زين، يعني هو إنسان مثقف، هكذا كان التشيع عندهم لشدة التجهيل والإعلام المضاد السلبي. يقول عندما هذا الشخص جهر بتشيعه أحدث صدمة في المنطقة. أفرض إحنا الآن في قرية من قرى جنوب العراق، فد واحد من الشباب يجي يعلن أنه صاير يهودي، شلون يحدث صدمة؟ زين، هكذا كان التصور عندهم. فيقول اجتمعنا مجموعة، هذا ابن عمنا من عشيرتنا كذا، نروح نتكلم وياه لكي يرجع إلى دين آبائه وأجداده.
فهذا الوجيه الله يحفظه يقول: ذهبنا عند عمر المتشيع مجموعة وبدأنا بأن نناقشه. يقول هو كان مطالع المراجعات مطالعة دقيقة، فبدأ يناقشنا. يقول حججه كانت قوية، ما كنا نقدر نرد عليه. قال: أنتوا هذه الحجج ردوها، بينوا لي بطلانها، بينوا لي كذبها، أنا أرجع، أنا مو مخبل أنه أعيف دين آبائي وأجدادي وأسوي لي مشاكل على كلام باطل. هذا كلام باطل، أثبتوا بطلانه، أنا أرجع، مثل ما دخلت في التشيع أرجع عن التشيع. يقول إحنا ما قدرنا نجاريه في الحجة، طالعنا الكتاب ونحن تشيعنا. وبعد ذلك ذول المتشيعين الجدد شافوا مجموعة آخرين، واحد من مشايخ الصوفية الله يحفظه تكلموا معه، هو أنا بعدين شفته، قال: أنا أخذت سنتين مجال للتحقيق، اشتريت كتب وحققت سنتين وشفت لا النتيجة هي الحق، فتشيع وتشيع وياه 500 واحد من مرادته، يعني من جماعته، لأن الصوفية عندهم جماعات كذا مريدين، وانتشر التشيع. وقبل فترة حسب معلوماتي في تلك المنطقة وأطرافها وكذا أكو آلاف مؤلفة من الشيعة، حسب إحصائنا الغير دقيق حوالي 5000 واحد كانوا، وأكو هناك كلام أنه هم لا عشرات الألوف، ولكن الكثير منهم في حالة تقية، يعني لا يجهرون بهذا الأمر. إحنا قبل 10 سنوات كنا رايحين إلى منطقة دير الزور، فبعض الأصدقاء راحوا شوية مشون على النهر، فشافوا هذا الشخص عمر المتشيع، فسألوا عن قضيته وبين القضية وكذا وقصة المراجعات وما جرى، فقالوا له: زين أنت لما صرت متشيع ليش ما غيرت اسمك؟ قال: زين هو يعني بس لازم يكون عمر سني، وخلفة عمر شيعي هم يكون، وأنا أكون ذلك العمر الشيعي. فقالوا أنه رجل فلاح، يعني مو أنه تقول أنه رجل دين أو بعدين رايح مثلا كذا، لا فلاح أيام العسكرية، لكن الله سبحانه وتعالى جعل البذرة بيد هذا الرجل. وشنو السبب؟ السبب كم فلس طبع به كم نسخة من كتاب المراجعات. الله سبحانه وتعالى جعل بركة في هذا الكم فلس اللي ما أدري منه كان متبرع به، والله سبحانه وتعالى يشاركه في ثواب كل من تشيع بعد ذلك. كم فلس دفع؟ والشهيد العام رحمة الله عليه طبع الكتاب وزعه في الجنود. يمكن واحد يقول شنو هذا العمل، شنو الفائدة تعطي الجنود هاي الكتب؟ إذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يبارك في عمل، فعمل بسيط لا يعتبره الإنسان شيئا، هذا العمل الله سبحانه وتعالى ينميه. فالبذر بالكاد يرى بالعين، فتحبة ليست لها قيمة. أكو فد مسألة الفقهاء عندهم في الفقه يقولون بعض الأشياء تملك وليست لها مالية، يعني حبة حنطة أنت عندك هذه ملكك لو لا؟ ملكك بس لها قيمة؟ لا، يعني توديها بالسوق يشتروها فلس؟ لا، ليست لها قيمة لكنها ملك، لها ملكية وليست لها مالية. هذه الحبة قد تزرع وتصير 700 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذه الأشجار العظيمة، أكو بعض الأشجار الآن في بعض المناطق عمرها 3000 سنة، والشجرة طولها 100 متر، عرضها 10 أمتار. هاي الشجرة من وين؟ بذرة واحدة صغيرة. وفي الحديث الشريف: لا تستحقرن شيئا من الطاعات
فلعل فيه رضا الله. أنت ما تدري أن الله سبحانه وتعالى يرضى بيا عمل من أعمالك. فإذا طاعة من الطاعات لا تستحقرها، لعل فيها رضا الله سبحانه وتعالى. وفي حديث إذا نويت أن تعمل عمل الخير فاعمله، لأنه يمكن هذا يكون سبب دخولك الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى لا أعذبك بعد ذلك أبدا. فالطفل تشوفه إذا وجهت بكلمة يمكن هاي الكلمة تكون سبب لهداية الملايين من الناس، مو الآن بعد 50 سنة. أكو الآن واحد من كبار الكتاب والمؤلفين وأنا أعرفه، بس هذه القضية ما سمعتها منا مباشرة، سمعتها من أحد الأصدقاء اللي هو نقل إلى هذا الصديق. يقول هو قال أنه أنا كنت طفل صغير فشفت والدك، يعني والدي أنا، هو كان يقول شفت السيد الشيرازي يعني والدي في كربلاء قبل 50 سنة. يقول سلمت عليه قال لي شنو اسمك؟ قلت له فلان. قال أنت لازم تصير كاتب عالمي وتألف في المواضيع الاجتماعية. طفل عمره 7 سنوات 8 سنوات، كلمة عابرة، هاي الكلمة علقت في ذهنه، والآن هو من أحد أكبر المؤلفين وغالب تأليفاتهم في المجال الاجتماعي. أنت لا تستحقر عمل من طاعات الله سبحانه وتعالى. وكذلك أكو في حديث نفس الحديث نكمله، ولا تستحقرن شيئا من المعاصي فلعل فيها غضب الله، ولا تستحقرن أحدا من خلق الله فلعله ولي الله. هذا تشوفه زبال حمال كذا فلسيا ما تشتري، لعله هذا ولي من أولياء الله وأنت يوم القيامة تحتاج إلى شفاعته. يمكن هو زبال، يمكن هو أصلا اجتماعيا ما إلى أي قيمة، لكن الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى المكانة الاجتماعية اللي أنت عندك والنسب اللي أنت عندك. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. يمكن هذا الزبال أنا في يوم القيامة أحتاج إلى شفاعته، دراني. فلا تستحقر واحد، احترمه، هذا عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، فلعله ولي الله. فعلى كل حال يعني عمل بسيط، فواحد تبرع بكم فلس، بس ما أدري من المتبرع، إحنا خو ما ندري، بس الله خو يدري، نسوه وأحصاه الله. آلاف من المؤمنين من المهتدين الله هداهم ببركة هذا الكم فلس اللي هذا متبرع به، وببركة تلك الفكرة اللي انقدحت في ذهن الشهيد العام اللي أوصل الكتب إلى هؤلاء، وببركة هذا الشاب، ذاك الوقت كان شاب، هذا الشاب اللي الله سبحانه وتعالى اختاره اختيار، يعني هذا الشاب الله سبحانه وتعالى، هذا الشاب المسمى بعمر، الله اختار ليكون واسطة في الهداية. زين أنا ليش هاي القصة ذكرتها كلها وحاولنا أن نستفيد منها؟ لأنه أمس البارحة الوهابيون هجموا على قرية هؤلاء وقتلوا 60 واحدا من الشيعة من الرجال والنساء والأطفال، واحد منهم هذا عمر رحمة الله عليه، هذا هم استشهد. الله اختاره اختيار، هذا اختيار، يعني الله سبحانه وتعالى اختياره اختار ليكون وسيلة للهداية، ثم اختار له الشهادة، ختم له بالشهادة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رسالته، في إحدى رسائله إلى مالك الأشتر يقول: وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة، أن نكون سعداء وأن نستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. على كل حال أمس مجموعة من الوهابيين التكفيريين لعنة الله عليهم من خوارج العصر هجموا على قرية هؤلاء، طبعا هم أقلية في قريتهم، عشيرة كبيرة جدا،
فيها عشرات الألوف متوزعون في تلك المناطق. ومن اليوم الأول من ما بدأت الأزمة العشائر بعد تدري تحالفات بيناتهم كذا، فهم من اليوم الأول عشيرة اتفقوا بيناتهم أنه لا يدخلون بيناتهم قضية طائفية، هذا شيعي هذا سني هذا كذا هذا كذا. فالقتلة جايين من مكان آخر وقاصدين بيوت الشيعة واحدا واحدا، فأي واحد دخلوا في بيته قتلوه هو وزوجته وأولاده حتى الأطفال الصغار، وانتهبوا ما في البيت ثم أحرقوا بيوتهم. وطبعا البقية لما بدوا بأول القرية، لأن القرية طويلة هي على امتداد الفرات، البقية عندما سمعوا الخبر انهزموا وشردوا يعني، ولكن انتهبت بيوتهم وأحرقت. فعلى كل حال المقصود أنه إحنا هذه القضية نذكرها الآن، نريد نستفيد. هؤلاء قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى، هداهم إلى الإيمان واختارهم للشهادة، وهم حجة علينا وعلى سائر الناس في يوم القيامة. المهم أنه إحنا هذا الموضوع نستغله ونستثمره لأجل بيان هاي الفكرة. أنت أني أي واحد من عندنا لا يفكر في أنه أنا ما أقدر أسوي شيء، لا هو أي نقدر نسوي شيء إذا أنت نيتك صادقة، الله يجعل البركة في عملك. وغالب الأعمال العظيمة بدأت بأمور صغيرة، أشياء جزئية، الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. والله يختار حمل لدينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه الأزمات وهذه المجازر وهذه المآسي مو بس اليوم، من اليوم الأول عندما بدأ معاوية بقتل الشيعة برئت الذمة ممن يوالي أبا تراب وقتلوا الشيعة. هسه حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه هذا المبرز منهم، عمرو بن الحمق الخزاعي هذا مبرز منهم، كان مدفون في الموصل لكن في زمان النظام المباد أزالوا آثار قبره، وعلى المؤمنين في الموصل أن يحيوا قبره مرة أخرى. على كل حال ذولا شخصيات مبرزة، لكن أي واحد يوالي أبا تراب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام برئت الذمة منه. هسه هالزمان أكو شوية مجال واحد يشرد، إذا هنا صار إرهاب يروح غير مكان، يروح لجوء يلتجئ إلى بلدة أخرى يدافع عن نفسه، شوية أكو إعلام لعله ولو هو مو بالمستوى المطلوب. بس ذاك الزمان هالشكل شيء ما كان، القوة العظمى الوحيدة في العالم بني أمية ويبطشون كما يريدون ولا أحد يتمكن من الكلام. وهذه المجازر من اليوم إلى هذا اليوم وراح تستمر، لكن الله يؤيد دينه. لذلك ترى أن مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم في صعود مستمر، الوهابية في انتكاس مستمر. ليش هالقد يصيحون؟ إذا أنت تفتح فضائياتهم يصيحون ليش، مع أنه عندهم مليارات المليارات يصرفوها. قبل كم سنة قرأت تقرير رئيس جمهورية أندونيسيا السابق يقول خلال 25 سنة في أندونيسيا صرفوا 75 مليار دولار، أندونيسيا وحدها. الرئيس جمهورية كان في أندونيسيا اسمه وحيد أو وحيد خان هالشكل اسم. ففي لقاء صحفي صرح بهذا، خلال 25 سنة 75 مليار دولار صارفين في أندونيسيا، هذا صرف مباشر لنشر المذهب الوهابي غير الصرف الغير مباشر، يعني كل سنة 3 مليارات دولار. يمكن الشيعة من زمان مع أمير المؤمنين لحد الآن ما صارفين 3 مليارات دولار على نشر التشيع خلال 1400 سنة. زين السنة الواحدة في دولة واحدة مليارات يصرفون. كان ينقل أنه ثلث ميزانية الحكومة السعودية تصرف على نشر الوهابية، هذا في زمان الملك فيصل.
الآن مليارات مليارات دي يصرفوا، عندهم فلوس، كتب يطبعون إلى ما شاء الشيطان، إعلام عندهم، وتشوفون مئات الفضائيات وقنوات التواصل وما إلى ذلك، ودول ومتفقين متحالفين مع الغرب. زين، هو الغرب هو السبب الأساسي في فسح المجال لانتشارهم، وهو القوة العظمى في العالم الآن الغرب. زين، ومع ذلك يأنون. قل ليش؟ إذا أنت مذهب حق، دولة دول وياك، الاستعمار وياك، فلوس عندك، كتب تطبع، إعلام عندك، ليش بعد أنت إذا أنت مذهب الحق قل ليش تأن؟ ليش تصيح؟ ليش تقول الحقوا السنة السنة تشيعوا؟ ليش؟ هذا إذا فد واحد أفرض هو محق، لكن مثلا ما عنده فلوس ينشر، ما عنده إعلام، ما عنده دولة، ما عنده كذا، يمكن يقول. لكن أنت كل شيء عندك. زين، وإجمالهم استعمال الإرهاب، أنت مو وياي نقتلك، نفجرك، نعتدي على عرضك، زين، نقتل أطفالك، نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا. ليش؟ لأنه الباطل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب. الله سبحانه وتعالى يقيض ناس حمل لهذا الدين. زين، خو ليش أني ما أحاول أن أكون من ذولاك الناس؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، هو يختار ناس، بس يختار الإنسان المناسب. أنت الآن أفرضت عندك بناء في بيتك بلا تشبيه، زين، أكو كم عامل، تشوف واحد منهم أحسن يشتغل، ما تختاره؟ قل ليش تختاره؟ إذا قالوا لك هذا ليش اخترته مو ذاك، شنو تقول؟ تقول لأن هذا أحسن يعمل، ما يبوق من الوقت، شغلة زينة. زين، إذا فد إنسان عادي عندها الحكمة، والله سبحانه وتعالى اللي هو أحكم الحاكمين وهو العلم المطلق والحكمة المطلقة، الله حكيم، أكو آلاف مؤلفة من الناس يريد يختار واحد حامل لدينه، مو قوترة يختار، يختار الإنسان الأنسب. خو هذا شلون صار أنسب؟ بفعله، بعمله، بنيته الصادقة، بمثابرته، بعدم يأسه. أنت إيش درك هذا العمل البسيط الله سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة، يهز العالم بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، إيش درك؟ بعد أيام، ما تدري. فلذلك لا تستحقر عمل صغير، هذا شنو فائدته؟ لا، أنت اعمل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى والقبول منه. والله سبحانه وتعالى إذا شاف أنت قابل، لك قابلية، يفيض رحمة عليك أكثر. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، اللهم يفيض الهداية عليه أكثر. فإذا إحنا لا نستحقر أي عمل من الأعمال، ولا أي وقت من الأوقات، ولا أي ثانية من الثواني، ولا أي كلام من الكلمات، حتى لو ما تحتمل التأثير أصلا. أنت ما تحتمل التأثير، لكن الله مسبب الأسباب. تقول ما يصير، زين، أكو فد شيء عند الله ما يصير؟ خو ماكو، أنت تقول ما يصير، يمكن الله سواه. فلا تيأس، واعمل وبلغ وقل كلمتك، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينمي ذلك العمل وتلك الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريق
قهر.